محاور الاستشارة بشي تمطرحها كل محور في حلقة من حلقات هذا البرنامج. موضوع اليوم بشي يكون التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة. مرحلة الطفولة المبكرة اللي نقصدها أو نحكي عليها هي المرحلة العمرية من 3 إلى 5 سنوات تقريبا، بمعنى أنه ربما نذهب إلى 6 سنوات، ولكن المرحلة العمرية المقصود بها هي من 3 إلى 5 سنوات. 578 ألف طفل هم المعنيين في تونس من الشريحة العمرية من 3 إلى 5 سنوات، أي تقريبا ما يقارب 600 ألف طفل. 43% منهم فقط نسبة التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسية، بمعنى أنه 60% من هؤلاء ما يتمتعوش بنسبة التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسية، أي محاضن المحاضن المدرسية، روضات وإلا السنوات التحضيرية وإلا حتى الكتاتيب. 43% فقط هم من يتمتعون بهذه الخدمات. عدد رياض الأطفال في تونس تقريبا حوالي 6000 مؤسسة رياض الأطفال في تونس، بينهم بالطبيعة من هي مرخص لها وبينهم من هي غير قانونية أو غير مرخص لها. العدد الجملي لرياض الأطفال المرخص لها في حدود 4500 روضة، بمعنى أنه من 6400 إلى 4500 هي المرخص لها، أي تقريبا ما يقارب 1000 روضة أو أكثر هي روضات عشوائية أو فوضائية، وهذه من بين الأسباب أو العوامل التي قد تهدد الطفولة في هذه المرحلة، نقصد الشريحة العمرية من 3 إلى 5 سنوات أو من 3 إلى 6 سنوات، إلى جانب الطبيعة عدم وجود بعض الأقسام التحضيرية وإلى جانب أيضا الكتاتيب غير القانونية، وهي أيضا من الأسباب المهددة لهذه الطفولة. عدد الكتاتيب عموما 1700 كتاب، إلى جانب كيف ما قلت الكتاتيب غير القانونية، وهي تضاف للأسباب التي قد تهدد الطفولة في هذه المرحلة العمرية. 36% فقط من الأطفال نسبة الالتحاق برياض الأطفال، مع التفاوت بطبيعة كبير بين الجهات، بمعنى أنه تقريبا 60% مش ملتحقين برياض الأطفال. هوني أيضا ما ننساوش اللي الأقسام التحضيرية تقريبا 4500 مدرسة، 2000 فقط اللي ما عندهمش أقسام تحضيرية حسب تصريح السيد وزير التربية. إذن هذه من المخاطر التي تهدد الطفولة المبكرة، والتي قد تجعل الطفل ذو شخصية هشة، قد تؤدي إلى انحراف الطفل وعدم التعلم بتاعه، مما يؤدي إلى طفل غير صالح للمجتمع. هوني إلى جانب دور الدولة ومؤسسات الدولة وبرامج والاستراتيجية الموجودة، نتساءل عن دور الأسرة في تنمية الطفل وكيف نضمن طفولة سليمة وسوية. هذه من بين الأسئلة أو من بين المعلومات التي نقدمها في حديثنا عن التربية في مرحلة الطفولة المبكرة.